السلام عليكم. هذه القصيدة الذي ألقى أحد الشعراء على إمام أحمد فبقى متعملا في هذه المعنى. إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعسيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعسيا يتأتيني فكيف أجيب يا ويهي ومن ذا سوف يحميني. أصلي النفس بالأعمال من حين إلى حين وأنشى ما وراء الموت ماذا بعد تكفيني. كأني قد ضمنت العيش ليس الموت يأتيني وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني. نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفديني. سأسأل ما الذي قدمت في دنياي ينجيني فكيف إجابتي من بعد ما فرعت في ديني. ويا ويهي ألم أسمع كلام الله يدوني ألم أسمع لما قد جاء في قاف وياسيني. أتيت إليك فارهمني وثقل في موازيني وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني. السلام عليكم.